بسم الله الرحمن الرحيم. أرحب بجميع من يستمع لهذا الفيديو، وهو بيزنس تشاركي أو ريدز آب، هو بيزنس تشاركي وليس أوتوماتيكيا، بل هناك أشخاص حقيقيين مثل الكول سنتر يرد على المتصلين. أعرف فكرة هذا المشروع، طبعا مكتوب هو برنامج منصة اشتراكات، يعني مثل أوبر مثلا، تتصل أنت بأوبر وتشترك. طبعا الاختلاف أنه أي منصة اشتراكات أنت تدخل على الآب تعبي نموذج مثلا الاسم وكذا وكذا، لكن هنا لا، أنت تتصل بالرقم الموجود اللي هو لو أنت من خارج مصر 0020 11 145 33353. أعيد بالعربي، اللي من خارج مصر اتصل على 020 من خلال جواله، بس الواتساب، يعني يفتح الواتساب اتصل 020 في البحث في الواتساب 020 111 45 33 53. بالنسبة من داخل مصر كما هو معروف 031 45 33 53. فهنا سهولة طلب الاشتراك، ترسل رسالة صوتية على الواتس. طبعا في احتمال المسؤول ما ينتبه لها وما يرد عليك في نفس اليوم، فأنت لو عايز إن واحد يرد عليك أو عايز رئيس البرنامج يرد عليك، نفس الرسالة تحولها SMS، يعني رئيس البرنامج يتابع الSMS، زي لما يكون عندك شكوى أو كذا، لأنه المتصلين الأولين لهم جائزة عند رئيس الشركة، فالليل حق يرسل SMS له جائزة الاشتراك مجانا. طبعا الاشتراك $20، نتمنى الاتصال. بالنسبة للفوائد، المتصل انه يتمكن من سعر صرف العملة الريال مثلا، يكون الدولار ب4 ريال دائما. طبعا لما نرجع هي زي المحفظة، فياخد مثلا اشترى $20 يبي يسترجعها اي وقت، يعني قيمة الاشتراك حتى في السنة يعني. فياخد تيكتس اسمها XI، XI $2 في $10، ياخذ 2 $10 XI 10. لكن هناك فائدة انه كمان الدولار سعره $20 فقط، يعني $20 الاشتراك ب 400
جنيه، وهي موجودة يعني يقدر يسحب أي وقت. طبعا الهدف من البرنامج إنه تخفيضات في معامل طبية، ستشترك معامل طبية، وإذا كنت أنت مشترك وكنت في مدينة جدة مثلا وتبي تسوي كشف معين، تحليل معين، فممكن تتواصل مع المسؤول في اشتراكاتك عن طريق الواتساب. يعني هو يقوم بعمل مجموعة مثلا معاه 50 معاه 100 200. طبعا المسؤول لازم يرد عليك، لو ما رد عليك تتصل بالرئيس. طبعا انت بتدي له فرصة يرد اثناء الدوام، يعني الدوام مثلا عنده 8 ساعات، فهو لين نهاية الدوام، مثلا الدوام حقه من الساعة 1 بعد الظهر الى 9 مساء، فهو لين ينتهي الدوام يرد عليك. لو ما جاك الرد، مثلا ارسلت رسالة الساعة 7 مسجلة بالدقائق وفي مراقبة عليه من رئيس البرنامج، يعني هو قبل لا يمشي يرسل الردود، أو هو معاه يعني رئيس البرنامج بيراقب. طبعا لو انزعج المشترك برضو يرسل رسالة صوتية في الاسمس شكوى. يعني طبعا كل التعامل بالصوت ما في كتابة، لأنه أحيانا الشكوى يعني في مثلا يذكر الاسم يقول أنا عندي شكوى، أنا مثلا لاب مشترك، أو أنا تاكسي مشترك، أو أنا راكب تاكسي. طبعا في فائدة أوي أو فائدة كبيرة، يعني انت تكون مثلا في مصر ومعاك دولار او معاك ريالات تقبل، سواء ريال او دولار، والعكس صحيح. مثلا لو كنت انت في جدة فيقبل منك الجنيه ويقبل منك، يعني ما تحتاج تصرف جنيهاتك مع المسجلين سواء في لاب أو في كذا. طبعا الهدف إنه أرخص اللابات، وكمان نحن البرنامج يسجل التاكسي فقط، يعني لازم اللي يسجل يكون تاكسي، وما في البرنامج إنه التاكسي لازم نرسل له أحد إلا المتصل من المشتركين، فممكن نساعده. طبعا ليش مثلا في واحد مصري جنسية مصرية، واحد ست أو راجل عنده جنيهات، فيتصل بينا فنحل المشكلة، نرسل له أحد، فسعر الصرف يعني لو الخدمة بالدولار مثلا التاكسي عايز ما يعادل دولارين اللي هي 8 ريال أو 10 دولار اللي هي 40 ريال، وهو عنده جنيهات، فهنا 10 دولار بدل ما يديله هي دولارات ويخسر يديله جنيهات، فما يحتاج ياخذ معاه دولارات. طبعا لو اشترى 10 دولار من مصر وكان السعر ب30 جنيه صارت ب300، لكن لو اداله هي 20 نرسله انه بس تدفع
200 جنيه. طبعا هذه خدمة، هذه فائدة الاشتراك. أرجو أي تعليق، لو كان هذا الفيديو في اليوتيوب أي تعليق، إذا جاني SMS على طول الاشتراك، أو إرسال واتساب، رسالة واتساب على الرقم المذكور اللي هو باللون الأحمر. نذكركم هي خدمة يحتاجها الإنسان، مثلا كان في المطار، كان في كذا، أو كان مثلا أحد أعطاه له جنيهات وهو كان في جدة، فيقدر يستخدم الجنيهات. أحتاج تحليل في اللاب أو كذا. شكرا، ونحن بانتظار اتصالكم.